نجربو، ولكن بالنسبة زعما مقارنة بهذا الخط القديم كنا كناخدو مسافة بعيدة باش نمشيو حتى الطرام الآخر، وهذا قرب لينا بزاف على الطريق. الثمن هو نيت 8 درهم ديما هو الطريق، ولكن حنا عندنا كارت ديال ايتيديون هي باش كنخدمو ديما. لا سي مانيفيك والله، هاد البادرة اللي زعما كاينايا قربوا لنا الوسائل ديال النقل وحيدوا لنا ديك المعاناة مع الطاكسيات ومعاناة مع الوقت. تقدر تبقى تستنى في الصف، وهذه دابا جي ركب الحمد لله. انا راه جيت من سيدي عثمان، ما كاين تولوت ساعه الحمد لله، اما في الطاكسيات كون راني باقي شاد الصف. واهم حاجه ان بنادم يحاول يحافظ على هذه الوسيله هذه، وبنادم يكون سيفيل ويعرف يتعامل مع هاد البادر اللي داروا معنا الدوله الحمد لله. فريمون سي مانيفيك. هي هذيك 8 دراهم راه بحال ركبتي في الطاكسي زعما كاينه، راه شني 8 دراهم تشبط حتى العين دياب، راه مزيانه، راه بلان واحسن لك من طاكسي في طاكسي وبقى تركب هنا وهادي سي ميو زعما كاينه. الخطوط ديال الترام اللي كاينين في الدار البيضاء في الرباط هما بحد ذاتهم ثوره في المجال ديال النقل، لانهم تقريبا مليون رحله كتكون تقريبا في النهار، ودابا تقريبا مع الباسواي واربعه الخطوط ديال الترامواي قدرنا نوصلوا ل 100 كيلومتر ديال الخطوط ديال الحافلات والترام ذات المسار الخاص. والترامواي الخط الثالث والرابع رغم التاخر في الاشغال، ولكن راه غادي ينفعوا بزاف ديال الناس. وكنتمناو جميع المواطنين والمواطنات البيضاويين انهم يحافظوا على هاد المعلمة، ونتمنوا مزيد يعني تطوير لهذا المجال ديال النقل لانه مهم بزاف. صراحة الخط مزيان صراحة، من شحال هادي حنا كنتسناو، دابا ملي بدا الخط يعني راه مزيان، يعني كتهنا من تراجيت ديال الطاكسيات بزاف، يعني ساهل وما كاينش زعما داك الروتار بزاف، يعني كتستغل الوقت. بزاف ديال الناس غادي ينفعوهم، غتختلف لا سيركيلاسيون شوية. انطلاقة مزيانة داروها بعدا الخط الجميل، فهمتي جدا، فهمتي انما فهمتي انسان كان كيشد الطاكسيات بزاف، دابا مولا المهم هذا الخط سهلوا الامور، فهمتي الثمن مزيان الثمن، المهم الطلبه ديالهم الثمن 150 درهم، المهم كتمشي 120 تجي 120 فهمتي، والثمن الاخرين 160 ريال الي والروتور. هاد الخط اللي داروا جديد ديال الترامواي كنا كنتسناه من شحال هادي باش يتحل، وفريمون كنت كنتسناه فارغ الصبر. معنا كنسكن في غازيدونس لي شون حدا المحطة، وديما كنا كنتسناو، كان خاصني نمشي للسونتر، وضروري خاصني نمشي للسونتر حيد علينا العبء ديال الطاكسيات. وحنا كطلبة فرحانين حيت اش داروا لنا هذا الخط، هذا غيسهل لنا المأمورية على مدار العام، وما كرهناش ينقصوا لنا في الثمن، يديروا لنا بحال الثمن اللي في الرباط، ينقصوا لنا حنا راه فهمتيني، يديروا معنا الجميع الله يرحم بالوالدين، والله يسهل على الجميع.